مبادرة حياة كريمة اللي غيرت وجه الريف المصري، مبادرة حياة كريمة اللي بالفعل ادت المواطن الحق اللي بيبحث عنه من زمان، وخصوصا اهالي مركز شبين قناطر. مركز شبين قناطر المكون من 152 عزبة و36 قرية، النهاردة بيتمتع بخدمات كان لا يمكن يشوفها الا من خلال المبادرة الرئاسية العظيمة دي. النهاردة احنا واقفين قدام صرح من صروح مبادرة حياة كريمة، مستشفى شبين القناطر المركزي اللي اتكلف 1.2 مليار جنيه لهدف واحد فقط، وهو رعاية صحة المواطن المصري، وخصوصا في مركز شبين قناطر. مركز شبين قناطر ده كان من المراكز المحرومة تماما من اي خدمة. النهاردة احنا بنتكلم في قطاعات حياة كريمة اللي باختصار قطاع زي قطاع الصحة. النهاردة احنا واقفين قدام مستشفى تكلفت 1.2 مليار جنيه. بنتكلم عن المدارس، عندنا في مركز شبين القناطر ضمن مبادرة حياة كريمة 90 مدرسة ما بين إحلال وما بين تجديد وما بين بناء من الأساس. بنتكلم عن مبادرات التضامن الاجتماعي، عندنا مشروع زي مشروعك ومبادرة فرصة اللي جابت رؤوس مواشي وجابت مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لأهالي مركز شبين القناطر. الرئيس السيسي بصراحة قدر يخترق مشكلة اعتقد محدش كان في الدنيا يقدر يتوقع ان حد يخترقها، لما نعرف ان مفيش قرية من قرى مركز شبين القناطر مفيش فيها صرف صحي. النهاردة الغاز الطبيعي مفيش بيت مفهوش غاز طبيعي. تخيل معايا ان مبادرة حياة كريمة خلت كل قرية مصرية دلوقتي فيها فايبر اللي هو اعلى شيء في الاتصالات. حياة كريمة مش غيرت وجه الريف المصري بس، حياة كريمة كمان تدخلت في الحياة الاجتماعية. النهاردة مبادرات كتير جدا اندرجت تحت حياة كريمة. طيب احنا بنقول كل الكلام ده ليه؟ احنا بنقول كل الكلام ده لسببين ملهمش تالت. السبب الاول ان من استطاع ان يعمل كل هذه المشاريع لابد ان يستكملها ولابد انها تخرج للنور. السبب الثاني هو موجه لكل مشكك ولكل عين حاقدة ناكرة. احنا قدامكم النهاردة في احد مراكز حياة كريمة اللي هو مركز شبين القناطر اللي بيعد احد 52 مركز على مستوى الجمهورية بتقام فيهم حياة كريمة. يبقى احنا النهاردة لما نيجي بنقول ان احنا هنجدد الثقة وهننتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة اخرى، لا نقول ذلك لا نفاق ولا رياء ولا لاجل شيء. احنا النهاردة عمليا اهو في مركز المراكز حياة كريمة بقول لكم عندنا الصرف الصحي في جميع القرى، الغاز الطبيعي في جميع القرى، الفايبر بتاع الانترنت في جميع القرى، مستشفى على اعلى مستوى قدامكم مستشفى شبين القناطر المركزي تكلفت فوق 1.2 مليار جنيه والكثير، غير ان كل الطرق المؤدية الداخلة والخارجة لمركز شبين تم رصفها بالكامل. انا هدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسباب كتير جدا، اهمها ان مصر الدولة اصبحت قادرة واصبحت ليها ثقل في مجتمعها وفي محيطها. انا هدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان ما كنتش اتخيل في يوم من الايام ان مدينة في ظرف سنوات قليلة وشهور قليلة تبقى قبلة للسياحة زي مدينة العالمية. احنا مش هنسمح بده، وعشان ده يتحقق لابد من ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يستكمل معانا مرة واثنين كمان ان شاء الله. انا هدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لانه قدر بمبادرة عظيمة، مبادرة القضاء على فيروس سي، مبادرة المليون صحة، قدر يقضي على فيروس قتل المصريين في سنوات كتير جدا. انا هدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان عمل مدينة زي مدينة الاسمرات اللي خلت مصر اللي كانت بتتصدر عنها العشوائيات وغيره بقت دولة حقيقية، اهلها مكرمين وعايشين في مكان كويس. انا هدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان خاطر المنصورة الجديدة، عشان دمياط الجديدة، عشان سوهاج الجديدة. انا هدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي غير الوجه الحضاري لمصر وبالفعل ينطبق بكل ما تحمله الكلمة كلمة الجمهورية الجديدة.